نعم، يعني نتحدث عن الظروف التي ينطلق بها المؤتمر الشعبي لفلسطينية الخارج في نسخته الحالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الانعقاد الثاني للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج انطلق في ظل متغيرات مهمة جدا على الصعيد الدولي، عنوانها الأوضح والأبرز من خلال الحرب الروسية الأوكرانية أن التراجع الأمريكي في المنطقة، في العالم وفي المنطقة، سيؤثر بالضرورة على الكيان الصهيوني، وهذا التأثير يعني أن القضية الفلسطينية ستمر في مرحلة قد تتشكل فيها بعض الفرص أو ربما العديد من الفرص فيما يتعلق بمشروع الشعب الفلسطيني باتجاه التحرير والعودة على الصعيد الوطني والمحلي، وعلى الصعيد الصراع المباشر مع العدو الصهيوني. وهناك مجموعة من المحاور المهمة، بعضها تتشكل كمحاور إيجابية باتجاه مشروعنا الوطني، ناتجة عن آثار معركة سيف القدس في السنة الماضية التي فرضت معادلة جديدة تنبه لها الاحتلال لكنه لم يستطع أن يتعامل معها. هذه المعادلة مرتبطة بقدرة الشعب الفلسطيني على استعادة زمام المبادرة لتوحيد قضيته ولتوحيد نفسه ولتوحيد أرضه، بعدما استطاع العدو الإسرائيلي بجوانب معينة من تجزئة القضية وتجزئة الشعب. فجاءت معركة سيف القدس لتعيد المشهد الموحد للقضية، للشعب، لتطلعاته في مناطق الداخل الفلسطيني، في الضفة الغربية، في القدس، وكذلك في غزة. لكن في الجانب الآخر يزداد تغول العدو الصهيوني ومحاولته لاكتساب الكثير من النقاط بعد مرحلة ترامب التي أعطت للعدو الصهيوني كل غطاء ممكن، ثم هجمت التطبيع التي أراد العدو الصهيوني أن يستثمرها باتجاه عدم التفاته إلى الحقوق الفلسطينية. ولكن هناك محور مهم جدا وهو محور مؤذي للشعب الفلسطيني، لنضال الشعب الفلسطيني، يتعلق بإصرار السلطة على تجاوز الضرورة القصوى لوحدة الشعب الفلسطيني، للذهاب إلى شكل من أشكال الشراكة الحقيقية الوطنية، إلغاء الموضوع، إلغاء الانتخابات، وأخيرا عقد المجلس المركزي بعيدا عن أي شكل من أشكال التوافق الوطني، وختم ذلك بعملية تقزيم غير مقبولة للشعب الفلسطيني، تقزيم لمنظمة التحرير الفلسطيني وإلحاقها وكأنها دائرة من دوائر السلطة الفلسطينية. هذه الصورة التي أحاطت و يعني انطلق من واكبتنا. خلالها المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج ليؤكد أن مشهد القضية الفلسطينية مشهد متحرك، أن الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين لديه إصرار على أن يتجه نحو واجبه في النضال الوطني، في رسم سياسات المشروع السياسي الفلسطيني، إذ أنه حافظ على كينونة المؤتمر خلال 5 سنوات، اجتاحت كورونا العالم وأثرت عليه، كان هناك العديد من الصعوبات، انتشار الشعب الفلسطيني، فانعقد المؤتمر الشعبي في ظل هذه التحولات والمتغيرات الكبيرة والشائعة.